المهم غنبدا هاد الفلوغ هذا من اول ستاب ليا في هاد الستيشن. المهم انا قربت للدي سي مبقاش لي شي خمسة ربعة سوايع ولا سبعة على هكاك ياك. المهم بقا تابع الطريق بقا مفضل ما شوية ولكن غنمكن البرد صراحة كاين شوية البرد الليل برد بزاف. المهم يكون صافي دابا غادي نرجعو نشدو الطريق شوية هادشي والله حتى السودان بالليل والله حتى زوين بزاف الرجل والله واخا غادي بوحدي ولكن غادي نخدم الزيت ضروري انا معروف غادي نخدم الزيت هاد السودان. المهم غادي ندخلو دابا نشدو الطريق عاوتاني اند ويش مي لاك الدراري هذا ما الطريق هادي والله اول حاجه سهله ما صعيبات ماشي بحال في المغرب شنو غادي طالع تتمحى ما تتكرفص ومسرحه فهمتي يعني زوينه في هذا. هنايا الجاز شويه غالي هنايا داير 4.22 في تشارلوت داير 4 قلت هنا الجاز شويه غالي. المهم دابا غادي نجبد غادي نقص لي شي حاجه خصني ناكل صراحه جبت معايا ضروري جبت معايا السناكس باش ناكلهم باش ما يجيك الجوع في الطريق سي نورمال. المهم انا الحمار على المونغ عزيز عليا المونغ بزاف من فيفوريت الفروتس هو المونغ والاناناس هادو تنحمى عليهم بزاف. المهم هذا هو الغبه ديالي موند الاناناس غادي ناكلو هادشي ومن تما كنكملو الطريق لواشنطن. المهم انا دابا ما بين الحدود ديال نورث كارولينا وفيرجينيا يعني انا بيناتهم الوسط دابا انا في واحد الويست اريا محسوبه مرتبه فيها ويلكم تو نورث كارولينا ولكن راه بحال تسمى جاي من فيرجينيا فهمتوا البلان ما عرفتش شرحتو مزيان. المهم غندخل دابا لفيرجينيا بقا دخلت ليها صافي دونك دخلت ليها قال لي شي هذا ثلاثه السوايع ونوصل دي فاينلي تمرتكم وصلت لفيرجينيا جيت دابا باش ندير الغاز وخا الغاز هنا غالي شويه داير 4.25 في نورث كارولينا داير 4.9 ولكن ماشي شي فرق بزاف. المهم نديرو الغاز دابا ونكملو الطريق ديالنا ان شاء الله. المهم عدنا من بعد ما تمحنت فاش لقيت ما لقيتش الباركينغ والو ما كاينش كيما تمشي شي باص تيقول نو باركينغ هير ولا غير تيتي تاع. المهم لقيت الباركينغ وخلص عليه 22 دولار نهار كامل حتى 11 وصافي دابا غاد باش غادي نمشي لهذا الكابيتال بيلدين. الكابيتال بيلدين هو اللي في هذيك الطاعة الفوق انا غادي نوصل وغادي نوريه لكم وفاينلي جيت ليها صراحة هو واحد الاوردر ديال ترامب عندو بزاف لي زونطيل هو تقريبا كاع لي زونطيل راه عندو كبار ديالو هذا ما معروفش بزاف عندو واحد اخر لي معروف بزاف هو لي فيه الجولد. جيت دابا للطوموبيل فكت بارتيها بدلت القميجة كامل سخون واحد شوية ومنها هزيت البيرسي ديالي ياك وقصيت شوية صراحة صحاب شي ماكلة كليتها شوية العيبات هادو ملي تيدي واحد لابليكاسيون تيديروها و تتستاني واحد الكيو ار كود و تدور بهم. المهم بطبيعة الحال خليت شي حاجة باش ناكلها عرفتي تيجي الجوع بزاف صراحة وصعيب تلقى الماكلة ولكن المهم نقصيو دابا ونشوف شي باص نريحو فيها ونعمل خاص صراحة خصنا شي ضليلة ضليلة هي اللي غتنفع مع هاد فهمتي راه الحرارة بزاف حيت تنحاتي فيه الموت ديال الجوع وانتم عارفين يعني وكاد ديال بصح.